نروح لمحورنا الأول. نقدر نقول أنه أمس كان يوم حافل بالإنجازات والتصريحات في السعودية، بدأها بحفل افتتاح بوابة الدرعية بعد تطويرها أكيد، وكان هذا الحفل يتخلل العديد من العروض، منها العرضة وعروض الضوء والأوبريت. خلونا نتابع جانب من هذا الحفل ومن بعد مكملين. يا سلام، يعني كان هذا الحفل للأسطوري إذا نقدر نسميه لجوهرة المملكة بوابة الدرعية. شفنا كيف كان الحفل كثير راقي ويليق أكيد بهذه المنطقة، وكنا نعرف أن منطقة الدرعية كانت مرتبطة ارتباط وثيق بالدولة السعودية الأولى. طبعا الحلو بالموضوع وجود خادم الحرمين الشريفين، يعني أي مكان يتواجد فيه صراحة لازم يكون في شيء يليق فيه ويليق يعني بحضوره، يعني يكفي وجوده بقامة وقيمة. أكيد 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 يكفي وجوده ويكفي طبعا حضوره لافتتاح بوابة الدرعية طبعا بشكلها الجديد وحلتها الجديدة. كثير مبسوطة على الافتتاح الضخم اللي كان والتنسيق والترتيب والأشياء الجميلة اللي شفناها، يعني إن شاء الله أنه نشوف كمان أشياء حلوة زي كذا بإذن الله. يعني أنا بس عندي تعليق بسيط، أنا الدرعية ترى من زمان مرة يعني أروحها، تعجبني المنطقة جدا، يعني مرة هي جميلة. من أول يعني من قبل من جد منطقة مرتبة يعني معمولة على أساس أنه أنت تجي وتشوف حضارة وتراث. أما الآن يمكن في هذا التجديد اللي صار أو التطوير اللي صار فيها أشياء بتواكب العصر اللي إحنا فيه حاليا، بتواكب الزمن والأحداث المؤخرة اللي قاعدة تصير معانا في نفس الوقت، عشان كمان يعني تستقبل كثير أشخاص من السياح. صح. سواء كانوا من الوطن العربي أو من خارج المملكة، لأنه هي في الآخر رمز يعبر عن ثقافتنا وحضارتنا. يعني الدرعية زي ما أنت قلتي مرتبطة ارتباط وثيق بالعائلة المالكة قبل تكون مرتبطة بارتباط وثيق بالمملكة العربية السعودية، ومرتبطة كمان بالشعب السعودي. يعني الشعب السعودي كثير يحب الدرعية، وأنا من أولهم والله. طبعا مو بس هذا